أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم السياسة الصناعية، وأشار التحليل إلى أن مصر عملت على تعزيز وتطوير الصناعة من خلال محاور رئيسية تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أنه تم تخصيص 1.6 مليار دولار منذ منتصف عام 2016 بجانب رفع كفاءة الاتصال الرقمي وتوفير إنترنت سريع وبأسعار معقولة، مع توسيع نطاق التغطية له وللكهرباء. أعلنت وزارة البترول عدداً من التيسيرات والعروض الترويجية الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة وبدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء. وخلال اجتماع لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تم التأكيد على أن العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارغاز تشمل منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز الطبيعي بقيمة 3375 جنيها. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمارات المحلية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليصل إلى 1.508 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22.128 نقطة. كما أيضا ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة. تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة، فضلاً عن مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ووصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضاً بنسبة 1.5% بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطاً. كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضاً 9.1%. قال وزير التجارة الصيني وانغ وان تاو إن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج. وأعرب الوزير الصيني عن تطلع بلاده إلى فاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية. وذكرت وزارة التجارة أن وزير التجارة الصيني دعا خلال اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.